اليوم متواجد معاكم تحديدا في المقبرة الجعفرية بدولة الكويت لزيارة القبور. أمور بشهر رمضان المبارك إن مارسناها ستعزز القيم الدينية، ستغير مجرى حياتنا. ما هي هذه الأمور؟ وجواهر حقائق أساسية يجب أن تدخل في ذهن الشاب ويستوعبها حتى أولوياته في الحياة تتغير. ليلة القدر وإحنا يمكن في استقبال هذه الليالي الفضيلة، كيف لابد يعني كيف المفروض أن أتعامل معها؟ إيش اللي يمكنك أنك تطلع من جو الظلمات وإلى جو النور القرآني؟ إيش اللي يمكنك؟ هذا المهم. مالي وقفت على القبور مسلما قبر الحبيب فلا يرد جوابي، أحبيبي ما لك لا ترد جوابنا، أنسيت بعدي خلة الأحباب. أهل الديرة في رمضان في الأوقات التالية.